خير، اتفضلي يا مدام. معلش حضرتك ممكن تديني وقتي ولا هتقطع عليا؟ لا 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 اتفضلي، بس نحاول نوجز عشان بس في مداخلات كتير. اوكي، انا كان ليا اختين محجبتين وكلنا عاملين عمرات وحج وكل حاجه، وبعد وقت طويل حوالي 11 12 سنه انا عن نفسي ما لبستش الحجاب ابدا، وتعبوا نفسيا وقلعوا. اما بالنسبه للفنانه حاله شيحه، عشان هو يتكلم ان هي لما قلعت الحجاب ان هي كده يعني ده موضوع فيه عرض وشرف، على فكره ده هي ممكن ترفع عليه قضيه الصبح، ده اتكلم كده في عرضها وشرفها. ما حدش قال عليه عرض وشرفها، ما حدش قال. لا 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 استاذ سامح، معلش معلش، ده انتوا يعني جوزها زوجها دخلتوا حياتها. محمد الصاوي ثانيه واحده يا استاذه، استاذه لو سمحت. محمد لا محمد الصاوي اكلم انا الاول عشان انا متصله وبعدين حضرتك ترد. طب اتفضلي اتفضلي. الاستاذ بيقول للاستاذ ان حملتك ما نجحتش. لا، حملته نجحت بالفعل، بدليل ان اكتر البنات والستات قلعوا الحجاب. انا عايشه وشايفه قدامي الناس شايفه من الحجاب ومن النقاب بلاوي، خافوا قلعوا. مش هو ده الدين يا جماعه اللي احنا اتولدنا عليه؟ انا اتولدت لقيت امي بتلبس عادي. بس ماشي، يعني كل من ترتديه عن قناعه وعن اختيار وعن ايمان بيه، ده حريتها. لا استطيع. انت بتذمني ليه؟ انت مالك؟ انت مين؟ انت مش ربنا، انت مش هتحاسبني. ما حدش الزمك. انا لا علاقه لي بيك يا استاذه. لا 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 لا، لا. وبعدين تتكلم في العرض، اتكلم على علي ونيس. اهو ده بقى عرض وشرف. علي ونيس ده عرض صحيح. انت تتكلم عليه، بتتكلم على الناس اللي بتقلع الحجاب او بتلبس الحجاب ليه؟ علي ونيس اللي يكونوا اشرف من ناس. علي ونيس اللي هو بيتكلم على شرف. أيوة، اللي كان في اللي هو ضبط في احدى قضايا الاداب في الشارع. بالظبط كده. يتكلم بقى هنا عن هنا بقى العرض والشرف، مش قلع الحجاب. يعني كون يقلع طرحه، سوري الجلابيه اللي حضرتك لابسها دي نص كم، على فكره انت كده غلطان، على فكره كده عيب، انت كده مبين عورتك. يا ريت تقوم تقلع الجلابيه نص كم. طبعا. يبقى حضرتك كده انا هو بيتكلم كده، هو كمان قاعد احنا شايفين كده نص دراعه. والله المشاهدين عندهم ملاحظات يا شيخ سامح. يعني البس نقاب؟ يعني شايفه الجلابيه النص كم ده يعني كمان تمثل. طيب ما حضرتك كده ارائك متشدده. لا ما بتاخد بقى بنفسها. طيب مدام ميرفت الف شكر. استاذ مين؟ استاذه نسرين من الجيزه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. استاذ علي، بس انا عايزه اسال الشيخ سامح حاجه. هو بيقول تعريف العرض هو لا يمدح به الانسان ولا ذم، صح؟ حتى في الشاد الجاهلي يهزون عرضي بالمغيب ودوني، يعني اما يعني تتكلمي على انسان من وراه عرض، صح كده؟ طب الو. اتفضلي اتفضلي. طيب ماشي، اللي هو اللي قاله الشيخ الصاوي ده يعتبر مدح ولا ذم في حاله شيحه؟ لا ده هو بينقل عن زوجها وخلاص. لا وبعدين هو بص يا استاذة، يا ذم هو كده بينقل عن جوزها. لا هو ما انت قلت يا مدح يا ذم، دي حاجة. تاني حاجة انت كده بتنقد نفسك. يعني انا عايز اعرف حاجة، انت صوتك ده المفروض بيسمعه اللي قال عن الحجاب واللي بتلبس الحجاب واللي بتفكر تلبسه واللي بتفكر تقلعه والملحد. طريقتك اللي انت جاي بيها دي طريقة تشخيص امور. يعني انت جاي بتهاجم دكتور مظهر وجاي بتهاجم دكتور شريف. هو انت جاي بس مشخص الامور بس، وهم جايين بيهاجموني. يعني الاستاذ خليني فيما يتعلق بالحوار داخل الاستوديو. يعني ما هو انت ده عندك ده وقت، انما انا متصله، انا ليا وقت محدد. فلو سمحت من فضلك، هي دي تنفع طريق مناقشه شيخ؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. هو احنا بنختلف احنا وهم في الحوار. طيب نسمع. دي طريقه اختلاف، دي نسمع طريقه اختلاف. دي طريقه رساله بتوجهها للمسلمين عن الحجاب. يعني حضرتك بتعاتبيني انا بس، يبقى كده مش انصاف. لو انت بتعاتبيني انا بس يبقى غلط. بتتكلم باستفزاز ازاي مع دكتور شريف ودكتور؟ انت مش شيخ لدكتور مظهر. دي طريقه ان انت بتناقش بيها؟ هي دي طريقه الاسلام وطريقه هي دي الطريقه الصح اللي انت بتتكلم بيها؟ انا ما اعرفش مين حلا شيء، اما انت ما تعرفش. وهي اللي هي اللي قلبت الدنيا، واحده لبست الحجاب قلعت الحجاب. انتوا مالكوا؟ انتوا مالكوا؟ طيب واحنا ما تعرضناش لاي حرة. بشكرك الف شكر استاذ. احنا بنناقش الموقف. استاذ احمد من القاهره، اتفضل استاذ احمد. وانا يا فندم احب ابلغ تحياتي لحضرتك ولكل الضيوف اللي عند حضرتك. بيحيوك يا استاذ احمد، اتفضل اتفضل. انا بس يا فندم عندي سؤال بس، وعندي يعني تقدر تقول لو رايي كده، لو هم يقدروا يستضيفوه يعني ويسمعوه. انا كل اللي شايفه في رايي المتواضع ان هو كل ما في الموضوع ان مدام هاله او مدام حاله، عشان هي كانت انسانه مشهوره وبعدت شويه عن المجال الفن ورجعت تاني وخلعت الحجاب فبقت قضيه. بس هو السؤال هنا يا فندم،
هو احنا لازم نمسك القضيه ونسيب المضمون؟ المضمون اصلا احنا الشيوخ الافاضل اللي قاعدين جنبك زي الدكتور مظهر والشيخ سامح، هما احنا بس بنسال سؤال يا جماعه، الحجاب فرض، حضرتك بتقول دليل، طب لو هو في خلاف عليه بتقول لنا ايه الخلاف؟ عشان احنا بناتنا وستاتنا في ناس ممكن طيب استاذ احمد الخط انقطع من عندك على فكره، يعني هو بيسال السؤال، هو انا والشيخ مظهر متفقين على ان الحجاب من الدين يعني ما فيش خلاف والشيخ طيب. مظهر قال انه الحجاب فرض وبعدين الضجه اللي اثيرت وانا مش عايز الحقيقه نعيد انتاج مناقشات انا بناقشها من الزاويه المجتمعيه يعني بالظبط الضجه اللي حصلت على حاله شيحه ما تلبس يومين ثلاثه وتنتهي. طيب استاذ عبد المسيح من القاهرة، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل، ومساء الخير على ضيوفك الكرام. مساء الخير، بيحيوك يا فندم. مساء الخير للاستاذ الدكتور مظهر شاهين. اتفضل. الكنيسة المصرية تجلل الدكتور مظهر شاهين بكل الاحترام. وعايز بس اوصل معلومة للاستاذ الفاضل اللي قاعد اللي هو بيقول يتزايد على الكنيسة. فالكنيسة لا تقبل تزايد من أي واحد إن كان. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، كل سنه ونحن نحترم كل المصريين طيبين ان شاء الله، ونحترم الازهر ونحترم مشايخ الازهر. الفنانه هاله شيحه لبست حجاب، قلعت الحجاب، غنت، طلعت المسارح، لا هي تزيد الاسلام بشيء ولا تقل من الاسلام بشيء. فالاسلام زهره وعلامه وكيان، بلد تشر الاسلام باكثر من 1,800,000 أو 800 مليون كما يقال. فياريت اللي يتكلم يكون حتى شيء معلوم. الشيخ اللي هو بيتكلم بيقول له أنت بتتزايد على الكنيسة، الشيخ مظهر شاهين عمره في حياته ما دخل الكنيسة إلا بكل احترام وتجليل، وإحنا لا نقبل من أي أحد أن يتزايد على الكنيسة طبعا. والكنيسة لا الهواء أن هو يقدم اعتذاره فوري. لا هو قال تتردد، ما قالش تتزايد، لا لا يعني لا، قال بيتزايد على الكنيسة وأنا سامع البرنامج يقدم اعتذاره. الكنيسة لا تقبل تزايد من أحد. الكنيسة المصرية تحب الإسلام كما الإسلام يحب الكنيسة المصرية. طيب بشكرك ألف شكر. أستاذ طاهر، أستاذ طاهر اتفضل. أيوه ألو، اهلا بيك استاذ طاهر اتفضل. اهلا يا فندم، السلام عليكم. بحيي حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ طاهر. بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الاستاذ شريف الشباشي والشيخ الدكتور مظهر عاشور، وبحيي الاستاذ سامح. انا ما اعرفش هو الشيخ سامح عبد الحميد والشيخ مظهر شاهين. انا الشيخ بالنسبه لي يعني واحد خريج الازهر، ده اللي انا فاهمه بالنسبه للشيوخ يعني. تمام؟ انا بس عايز انا مش هطول في الموضوع لان الدكتور مظهر والاستاذ شريف الشباشي قالوا تقريبا كل اللي انا كنت عاوز اقوله. اتفضل. في قبل كده برضه حضرتك الشيخ سلفي كان معاك في البرنامج وحاولت اخش بس للاسف ما عرفتش عشان التليفون كان مشغول. نفس الطريقه ونفس الكلام اللي بيقوله الاستاذ سامح هي نفس الطريقه. احنا كتير، طب احنا المجتمع عاوز كده. لا، مين قال لك المجتمع عاوز كده؟ احنا خرجنا من شريحه، مش بقول المجتمع. لو سمحت ما تردش عليا، انا وقتي محدود، ممكن تسمعني وتكلم براحتك بعد كده. طيب اتفضل. احنا يا استاذ وائل نزلنا في 30 يونيو ملايين في الشوارع، ما جبناش في الاخ محمد مرسي، احنا كنا بنقول الشعب يريد اسقاط ايه؟ الحكم الاخوان. صح. وحكم ما يسمى بالتيار الديني السياسي اللي احنا اساسا رافضينه، واللي ملايين الشعب المصري هم دول الكتير. انتوا ما تخوفوناش بقى وتقعد تقول اصل احنا مجتمع عاوز كده، وواحد قبل كده تقول اصل احنا كتير. لا، احنا ما بنخافش يا حبيبي. احنا لا ما قلتش كده، لا بقول شريحه من المجتمع. لو سمحت، احنا المجتمع المصري، احنا الملايين اللي في الشوارع اكتر من 40 مليون عشان نرفض الحكم دوت. وانا عاوز اقول بس كلمه صغيره قبل ما امشي. للاسف الشديد هو اللي وصلنا لكده، للاسف الشديد ان الرئيس العظيم الشهيد انور السادات اللي اتقتل برضه بايدين الفكر دوت، هو اللي اوجدكم في المجتمع عشان تواجهوا الفكر الناصري. وبعد الناصري، وبعد كده الفكر الناصري، وبعد كده ايوه السادات اخرج الرئيس السابق والشيوعيين والقوميين والمصريين، الرئيس السابق حسني مبارك والحكومه بتاعته كانت حاطه في ايدين الاخوان وكبروا في عهدهم. احنا بقى جينا عشان ننهي الموضوع ده. احنا لا عاوزين الفكر دوت، وعيب قوي ان احنا نختصر الاسلام في الحجاب. ولا عاوز بقى تتكلم في الحجاب، مفيش وقت ان انا اتكلم فيه. الحجاب ده بقى ليه اقاويل كتير جدا، لان الاسلام اعظم من هو يتكلم في صغائر. طيب. انتوا نفسكم تحجبوا المجتمع كله، رجاله وستات اصلا، وانت نفسك ما يتحجبوش؟
لا يا سيدي، اللي عاوز يتحجي بيتحجي، مش عاوز يتحجي واحنا بنقول كده، واحنا بنقول كده اللي عايز يتحجي يتحجي، حسابها عند ربنا. الحجاب، الحجاب مش حجاب الشعر، احنا كلنا رجاله. طيب في واحد بيشوف واحده شعرها مكشوفه، الحاجه شفت شعر هو ده. بشكرك الحاجه ثريا من اسكندريه. حاجه ثريا اتفضلي يا فندم. وائل ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. استنى انت طيب، انا عايزك يا استاذ وائل لما تيجي اي برنامج ما تجيبش الراجل ابو دقن ده خالص. طب ليه بس يا جماعه؟ مش عايزين نشخصا، علشان ده بيحرق دمنا في كل اي برنامج تجيب. ليه 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 ليه؟ هو يمثل طيارا ويعبر عن وجهه نظر. معلش يا استاذ وائل لو سمحت، احنا بنحبك جدا وانا ست كبيره بقعد لك للصبح. طيب للصبح الراجل ابو دقن ده ربنا يخليك يا حاجه سوي. يعني خلينا برضه يعني ايه نحترم الضيوف، يعني هو عنده وجهه نظر، يعني انت يعني وجهه نظرك انه ده بيحرق دمك يعني الكلام. يا استاذ وائل ده مش اول مره يعمل كده. الشخص نفسه بتنامي كويس حضرتك بعد الحلقة ولا لا؟ حاجة صغيرة بشكرك ألف شكر. أستاذ محمود من المنيا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل أستاذ محمود. أهلا يا فندم، كل عام وأنتم طيبين أولا. كل سنة وأنت طيب أستاذ محمود، اتفضل. أنا شايف إن ربط الحجاب أو قطعة قماش لا تتجاوز كم سنتي كم سنتي بالعرض والشرف والكرامة، يعني ده نوع من الابتذال حتى للمضمون للحجاب وفكرته المعنوية الهائلة. في فترة ما الرئيس أنور السادات ترك العنان لأصحاب هذا الفكر لضرب التيار النصري والشيوعي، وهذا كلام يعني يكاد يكون ملاكم لكنه موجود في الكتب وموجود في كتب التاريخ المعاصر. استخدم الحجاب كقضيه سياسيه ورمز سياسي. انا شايف ان حاله شيحه او غيرها انها من حقها انها ترتدي او لا ترتدي. انا ادافع عن النقاب وادافع عن الحجاب وادافع ايضا عن الصفور، يعني ترتدي ما ترتدي يبقى الجوهر ويبقى عن الله سبحانه وتعالى، يبحث عن قلب لا يبحث عن متر قماش ولا يبحث عن لحيه، مع احترامي لكل اللحى ومع احترامي لكل المسلمات. والله يريد قلب، يبحث عن قلب، يبحث عن انسان. جاء الاسلام وجاء الدين المسيحي والدين اليهودي، جاء لبناء انسان، مش بناء مساجد بناء كنائس وبناء حجاب وما اعرفش يعني. طيب انا بشكرك الف شكر. شيخ سامي، عشان نبتدي بس نشوف بعض النقاط في الموضوع. لا بس قضايا حجاب الفنانات كمان في العموم ونقاب الفنانات تكتسب ابعادا اهم عند التيار السلفي، ودايما يهتموا بها اهتماما كبيرا. انا بتابع ده، وكمان بياخدوها في اتجاه وصم الفن، هي فرصه لوصم الفن بانه هو اللي هو بقى عدم العفه وعدم الستر وعدم الطهاره والفسق. يعني هي كمان مرتبطه بنظرتكم المنغلقه والسيئه للفن. يعني بالمناسبه لو حضرتك تتبعت الردود اللي كانت في صفحه او صفحات اللي بتتكلم على حاله شيحه، هتلاقي الجدل الدائر ما بين ناس لا علاقه لهم يعني مش سلفيين ولا ملتحين ولا منتقبات. ده هي بنات انا تابعت كتير، ناس بتقول هي حرة وناس بتقول لا هي غلطانة وناس بتقول سباب راحتها. يعني الجدل والحاجات دي ليس من الطيارات السلفية. ممكن أخونا محمد الصاوي يتكلم وغيره، بس عشرات ومئات مئات التعليق. حضرتك شوف الصفحات اللي هي اللي اتكلمت على حالة شيحة، هتلاقي الجدل والدوشة دي. الأستاذة الفاضلة اللي بتعلم مثلا ولا حاجة، احنا بنتكلمش على ان الواحدة قالت الحجاب يبقى نعلق لها المشانق. احنا ليس لنا ضغط على حد او ولا فضل زي ما يعني كل هذا الخطاب يعني دلوقتي هي عايزه تكمل. عودي لا تنضمي الى الهالكين، عودي الى الجنه. الخطا يا شيخ سامح، عودي الى الجنه ليه؟ هي لبسه الحجاب ما ضمنت الجنه؟ ما قلناش كده، ما تقولوا لنفسكم، احنا ما بنقولش كده. فالاستاذه بتتكلم مثلا على تحجلي عليا رايي. طب انا بقول رايي، لا افرض على احد، انا ما بفرضش حتى على بنتي، فكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. طيب كان سؤال برضه ده متعلق بنظرتكم للفن. الفن لانك بتاخد هذه القضيه على اعتبار انها خلطه شهيه جدا، يلا نخبط فيها. اولا قضيه الحجاب اللي دايما
بنثير بيها الضجيج، وكمان الفن ان احنا في السياق واحنا ماشيين بندوس على الفن ونحرم الفن يعني. والله الفن اللي فيه ميوعه وفي رقص وفي زي ما جت كده واحده راكبة مع واحد العربيه ويتميلوا، لا هذا اقبله يعني، لا لا حتى عور يعني، انا ما شفتش الكلام ده قبل كده، اول مره اشوفه في التقرير. اظن ده محمد فؤاد وتانية كده ويتميل، من يقبل على هذا على بنته ولا على زوجته؟ التمايل حرام كمان يعني، واحد يقبل لواحده تقعد كده ويحبها كده وتحبه على البحر، فده يعني طبعا لا نقبله لا العرف المصري ولا هل الفن ولا يعامل بهذه الطريقه يا استاذ شريف؟ طبعا لا الشيخ بالتاكيد لا طبعا، ما اعرفش الشيخ لا ده سؤالك في الفن نظر رايه ايه، لكن اللي عايز اقول ان هو يمثل في تقديري الاسلام المعتدل الوسطي اللي هو غالبيه المصريين يدينون به الشيخ مصطفى، دي حقيقه. فانا لا بقول لك عن الفن، هل الفن يعامل بالحرد؟ طب بالتاكيد لا، بالتاكيد لا، لانه الفن لا علاقه له بالدين عندك؟ نعم الفن لا علاقه له بالضوابط الشرعيه؟ لا شرعيه يعني ايه؟ يعني الفن يعني هل الفن مرتبط بالعادات والتقاليد والعرف والشرع وكل ده، ولا الفن منسلخ؟ يعني اي واحد يعمل اي ادوار. كلمه شرع دي كلمه مطاطه جدا، لا يعني مش عايزين نخش فيها. هل لو فن هل فن فيه محرمات شرعيه؟ في فيه محرمات شرعيه، ظهور نساء كاسيات عاريات تثير الفتن والغرائز، ادوار حب وغرام، ادوار تعلم السرقه والمخدرات، هل كل دوت سائغ جايز؟ اولا ده يتعلق بالرقابه وليس بالشرع في تقديري انا. امريكا هوليود بجلاله ادراها اللي ما بعيدش الموضوع، بس هل الموضوع دي توافق الشرع وتوافق العرف المصري؟ ويعني المشاهد اللي بتقف في السرير وما شابه ذلك، هل هذا تدخل بيوت الناس؟ ممكن ارد؟ اتفضل. طيب موضوع وضع ضوابط، ما هو بالتاكيد ان هناك ضوابط، الضوابط دي هوليود بجلاله ادراها في الاربعينات والخمسينات وضعت استاذ وائل 11 نقطه لا تقترب منها الافلام السينمائيه. بعد 10 سنين اكتشفوا انه ما ينفعش الابداع والابتكار والفن في حاجه بلا حدود بلا سقف. انا قلت بلا سقف، انا بسالك، انما لما اشوف واحده بتتمايل، انا ما اعرفش يعني ايه تتمايل. المشهد اللي انا شفته انا ما خدتش بالي، لكن التمايل ده بالنسبه لي ليس جريمه. عادي واحده يمسك ايد واحده ويتمايلوا وهكذا، ده عادي. يا فضيله الشيخ، لا هي انت يا فضيله الشيخ خلينا نكون، انت بتتعامل مع تيار اعتقد انه يحرم الفن أساس. لا لا انا نحرم المحرمات اللي فيه، لو فن من غير محرمات اهلا وسهلا. يعني ايه لو فن يعني ما انا بكلمك احنا منضبطين بالشرع صح ولا غلط؟ والله لو في فن بدون محرمات شرعيه اهلا وسهلا. طيب خليني عشان اطلع الفصل الاخير ده واسالك بقى بعد الفصل شيخ مظهر ما يمش يعني. طيب هل تعتقد انه